على أرض الفلاعنة تأهل المحاربين إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد على حساب رأس الأخضر الخضر، والذين عادوا إلى واجهة النهائيات بعد 10 سنوات كاملة عن آخر نهائي نشطه أصحاب الكرة الصغيرة. لاعبو المنتخب الوطني الجزائري والذين نجحوا في القيام بمشوار البطل، وهذا منذ بداية الدورة. أشد المتفائلين لم يكن يتوقع أن يتألق ويتوهج المنتخب الجزائري الذي عرفت تحذيراته تذبذبات عديدة أبرزها إقالة المدرب. زملاء المتألق بركوس والذين رفعوا التحدي رفقة مدرب محلي عرف كيف يعيد المنتخب الجزائري إلى سكة صحيحة وفي ظرف وجيز. الجزائر والتي أكدت على أنها تظهر شخصيتها في الأوقات الصعبة، وهذا ما ترجمه المحاربون بالتأهل إلى النهائي. تأهل إلى كأس العالم لكرة اليد صاحبه نهائي أمام صاحب الأرض والجمهور يوم السبت القادم. تشجيع ودعم منقطع النظير من الرجل الأول في البلاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد دعمه وطالب بتوفير الإمكانيات للمنتخب الوطني الجزائري من أجل التألق أكثر. إذن أشبال المدرب فاروق دهيري والذين يمنون النفس على إعادة تكرار سيناريو أشبال بالماضي سابقا لما عادوا بالنجمة الثانية من أرضي الكنانة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.